سهلة لكن ضاعت، فوت على الفريق فرصة كبيرة. وين روني؟ سيتي يبحث عن طريق المرمى. يلعبها للخلف، مستحيل الكرة، كرة في المرمى، هدف في منتهى الروعة. الآن يكتب اللاعب اسمه بين الهدافين ويسجل هدف رقم 50 في مسيرته. يسير باتجاه المرمى الآن، بيخلصها في هذه اللقطة. الكرة تخرج إلى ركلة ركنية. أنطوان غريزمان، كرة بيفقدها السيتي. ينطلق يتقدم فيها، الله يا نيمار. كانتي، ملعوبة إلى فرنانديز. يا لعيب يا لعيب، شوف المهارة الاستثنائية، تدخل ممتاز هنا. ديمتري بايت، تدخل ممتاز من المدافع على الطرف. الكرة ملعوبة إلى بايت، عودة إلى بايت. وين روني؟ عند بنية الدار الآن. الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. مبابي حاول يلعب الكرة لوب من فوق الحارس، لكن الحارس كان صاحب، كان مركز، تفوق عليه هذه المرة. نيمار بيلعب لك كرة بينية، ممكن استغلال المساحة في طرف الملعب. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. كانتي، كيليان مبابي. مبابي يهدي الكرة للفريق الآخر. كريزمان يتواجد في نصف ملعبه من أجل الكرة. حسام عوار، ثيو هيرنانديز حافظ على الكرة بشكل ممتاز وينتظر المساندة من الزملاء. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. ماركوس راشفورد، انطلاقة وبداية فرصة. برونو فرنانديز، كرة تصل لراؤول. خطر موجود. نيمار يفتح اللعب على الطرف. حسام عوار، وسام بن يدر عند الفرصة. أليسون يتصدى لكن ما زالت خطيرة. راؤول، نيمار يتقدم باتجاه المرمى. هدف تقليص الفارق، الفريق يقترب من العودة. هدف واحد كل ما يحتاجه في قادم الأوقات. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة 2-1. لن نعود مع حضراتكم عن طريق الشوط الثاني من هذه المباراة، ولتقع ضمن إطار منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. انطلاقة ممتازة، يتقدم فيها، بتروح الكرة من مبابي. ثيو هيرنانديز، ماني، ضاع الاستحواذ من عند ساديو ماني.
مساحة موجودة على طرف الملعب بدون خطأ، يحصل على الكرة في منطقته. ساديو ماني، ماني ينطلق يتقدم بشكل رائع، الله على المرور. كانتي، كيليان مبابي، نيمار كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة، كرة بتضرب في القام. يعودون في النتيجة بعد تأخرهم بهدفين، وبعد أن ظن الجميع أنه لا مفر من الهزيمة. كرة بتعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. كرة في الجناح، وين روني؟ جيمس تافيرني عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. صافرة من حكم المباراة ومخالفة واضحة. برونو فرنانديز، شوف المساندة، راشفورد، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية، راشفورد تصل إلى باران، راؤول غونزاليس، كيليان مبابي، الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. ساديو ماني، البحث عن التقدم ولكن بدون استعجال في بناء الهجمة. كيليان مبابي، ملعوبة إلى مبابي، ينطلق يتقدم فيها، الله يا نيمار. راؤول، أوهو، حققوها، اكتملت العودة، قلب الطاولة، أي جرينتا. من كان يتوقع كل هذا من بعيد؟ لكنهم عادوا من بعيد، من بعيد. يا سلام على التمريرات، لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. ساديو ماني، نيمار يتراجع للخلف للحصول على الكرة، واضح أنه ما في كرات كثيرة تصل، وبالتالي يحاول هروب من الرقابة. نيمار، حكم يقرر إتاحة الفرصة بعد هذا التدخل. ينطلق يتقدم فيها، الله يا نيمار، حلوة من الدفاع، خلصها، افتكاك الكرة السابقة، بيعدي فيها، بيفلت من الرقابة بشكل ممتاز. حلو التدخل واعتراض الكرة. نيمار، الكرة ملعوبة إلى بايت، يتقدم بالكرة، يا رب على الكرة، التعادل في هذه اللحظات. نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدينا متابعينا، والكرة تعود إلى نقطة البداية. ما زالت الكرة مع نيمار، كرة بيتغير اتجاهها وتخرج إلى رمية التماس. رمية التماس تنفذ بشكل خاطئ، كرة بتذهب للمنافس، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. اللحظات الأخيرة وهدف التقدم، لو أتى من هذه الكرة سيكون هدف قاتل. حارس المرمى يقوم بالمطلوب.
المطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. راشفورد حسام عوار، بينية تضرب الدفاع، كرة بتعدي يمكن تشكل خطورة. ديمتري بايت، يا رب هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. وثلاثة لاعبين يستعدون للدخول إلى أرضية الملعب، ثلاث تبديلات في وقت واحد. نلعب الآن في الدقائق الستة الأخيرة من عمر المباراة. الآن الجماهير تقدم كل ما عندها للفريق المستضيف، المباراة اقتربت من النهاية والفريق حتى الآن يتمتع بالأفضلية بالنسبة للفوز في هذا اللقاء. شوف التشجيع، شوف الاحتفال المبكر حتى الآن من هذه الجماهير. كرة تفتقد إلى التركيز، مرت الكرة الجانبية إلى ضربة مرمى. نيمار، بمر فيها بعدي، ما زالت هناك خطورة. لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل، اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. غياب المدافعين، الحارس لقى نفسه وجه بوجه أمام اثنين من المهاجمين. لعبة جماعية رائعة جدا، الكرة كانت في الشباك. اللعب يتواصل مع ضربة البداية، مباراة غزيرة الأهداف من الفريقين. استخلاص الكرة في مناطق الخصم، الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. سون هيونغ، شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم. اذا هذه صافرة نهاية المباراة، وينجح اصحاب الارض في تحقيق الانتصار. فوز يعبر عن قوة الفريق ليس فقط كرويا لكن ذهنيا ايضا. مستحيل الكرة، الكرة ملعوبة إلى بايت، يتقدم بالكرة، يا رب على الكرة. أنت كرة بتعدي يمكن تشكل خطورة. ديمتري بايت، يا رب هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. بمر فيها بعدي، ما زالت هناك خطورة. لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل.